في حالة توافر شروط جمع الصلاة في المطر، قد يحصل أن يحضر بعض الناس الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ الإجابة على هذا السؤال مذكورة في الإجابة على سؤال في صلاة الجماعة، وهو ضرورة اتفاق صلاتي الإمام والمأموم عند الجمهور حتى تصح الصلاة. ومن هنا نعلم أن الذين يصلون المغرب خلف إمام يصلي العشاء صلاتهم باطلة عند الجمهور، والإمام الشافعي يقول صلاتهم المغرب خلف إمام يصلي العشاء صحيحة، ورأي الجمهور قوي، والله أعلم.